يصوت أعضاء البرلمان البريطاني على بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي البريكزيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. تتراوح السيناريوهات البديلة المحتملة بين البقاء في السوق الموحدة وتنظيم استفتاء جديد وصولا حتى إلى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت الدول الأوروبية قد رفضت من جديد الاتفاق الذي جرى في البرلمان البريطاني وأعطت بريطانيا خيارين، إما التصويت على الاتفاق مع منح بريطانيا إرجاء تقنيا حتى 22 من أيار مايو، وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 من نيسان إبريل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد. You cannot betray the 6 million people. لا يمكن خيانة 6 ملايين شخص الذين وقعوا على العريضة لإلغاء المادة 50، أو خيانة 1 مليون شخص الذين شاركوا في مسيرة من أجل تصويت الشعب، أو الأغلبية المتزايدة من الناس الذين يرغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي. قد يشعرون أنهم ليسوا ممثلين بشكل كاف في برلمان المملكة المتحدة، لكن يجب أن يشعروا أن لهم تمثيل هنا في هذه القاعة لأنهم أوروبيون. يصوت نواب البرلمان البريطاني أيضا على تأجيل موعد بريكزيت المحدد أساسا في 29 من الشهر الجاري، على أن تكون مدة التأجيل قصيرة حتى 22 من أيار مايو.